وبالمجيء كان قساها فبيغلو الجوان من الشحوب وظل عقيبهم سبط المنبى أبو علي وظل عقيبهم سبط المنبى فريدا بين مشتبك الكعوب تخوفه المنون جنود حرب وهل يخشى المنون ابن الحروب أبي الظام حامل كل ثقل عن العليا وكشاف الكروب أبو الأشبال في يوم التصادي أبو الأيتام في اليوم السعومي مسرة قلب فاطمة لو رأت وإن أدى المآل إلى شعبي لسرات لو رأت حين ينحو مضيق الكر بالصد الرحيب يكر على الكتيبة وهو فرد أبو علي حلول الليل في الشرب الشرومي خطيبا بلا سنة والمواضي وقرت ثم شقشقة الخطيب فأحمد حين تلقاه خطيبا وحيدرة تراه لدى الحروب وظل مجاهدا باللبس حتى الثوى فعل ابن منجبة لذيب كان المجد لا يرضى كريما إذا لم يغدو طعم قل الوذيب وولى مهره ينعاه حزنا بمقلة خاكل وحشا كئيب فكم من ثاكل تأوي إليه لصبغ الوجه بالقان الصبيب ونادبة تعنف فيه شمرا وشمر ممكن حد القضيب ونادت زينب منها بصوت يصدع جانب الصخر الصليب أخي يا ساحب أخي يا ساحبان فوق الثريا جيول علا نبيات الجيوب ويا مستجمعا بنعود فضل سليما لق معدوم العيوب ويا شمسا بها سجل الدياجي وما هده عنا في المغيب ويا قمرا أحال على غروب وعاقبة البدور إلى الغروب فديتك لو تعاين ما ألافي لعز عليك لعز عليك ذلي يا حبيبي أنا راسي تنكس عقب عزي في زماني السجاد عامل بالمغلا
الوسيعة وين رجالي ذبحتوها جسد عريان مضروب قدامي على راسي محلاي حسين حسين ما هي عادته تنسى اليتامى خلا أمير المؤمنين سلام الله عليه إنه والله الجد للعب والحق للكذب نظرا إلى قوله جل وعلا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لأن ما بين السماوات ومن الأرض وما بين الأرض من العجائب هناك بدائع مظاهر قدرة الجبار جل وعلا التي قال فيها جل وعلا إن في ذلك لآيات بلي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعني معناه من كان له لب من كان من أهل العقول لأن العقل يدرك به الإنسان محسوسا وغير محسوس الآن الذي أمامنا محسوس السماوات والأرض ولقد قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لكن لقوم يعقلون هذا العقل ما هو؟ قال عقل يدلك على معرفة الله فهذا هو العقل لأن العقل نور وإذا كان الإنسان يدعي العقل ولا يهتدي هذا بيد إسراج لكن الإسراج ما به ضوء مو كل من بيد إسراج إسراج بيد ضوء مخلص عقول موجودة لكن عقول قادحة وعقول غير قادحة لأن العقل يقول فيه الإمام الصادق سلام الله عليه ما هو العقل قال خير العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان وما العقل قال خلقه الجبار جل وعلا وقال بك أثيب وبك أعاقب وعزتي وجلالي لا أسكنك فردا من عبادي وأدخل هناك فالذين يدعون العقول واجد أنا أقول عاقل أنت تقول عاقل وكل واحد يقول عاقل بس هناك أكو محك أكو ميزان أكو هناك وزن الوزن شنو أولا من سفه الحق فهو غير عاقل من ابتعد عن العقلاء فعقله ناقص شيء من العقلاء يعني الأنبياء
الأنبياء الأوصياء يسمونهم أهل العقول الكاملة، والبقية شنو؟ أهل عقول ناقصة. والعقل الناقص يحتاج إلى زيادة. والله على اصطلاحنا ليت، لكن ما بيقوله إذا ما كنا هناك تيار ما يشتغل، ما أكون فوق ما يشتغل. عقول موجودة، فما قولك في عقول العرب؟ عقلاء ولا شعر فلسفة؟ لكن يعبد صنع شنسوي للازم العقل وين رحلة؟ يحدث بعض أصحابنا صديق اللي يقول عندي صديق صديق طبيب طبيب بالهند، يجي هنا البحرين ونزل على فراشي، يقول بيني وبين صداقة قوية تتبادل بيننا الهدايا الثمينة، يعني منها أنه أهدى له هدية تساوي 20,000 روبية، بس هذا يقول عند الأملاك والله أكبر مستشفى ملكه، والفد رجل عظيم كذا. يقول لكن إني لا أعجب من هذا الرجل العظيم الذي يملك الملك. يقول إذا صار وقت العبادة لما متلبس وقايم وين تروح؟ قال أروح إلى الديو. الرجل العظيم تروح إلى الديو، يروح إلى صنم هناك بحجرة، صنم غير العبد جاهل. هذه الصورة، ما كل يلعبوا بها الجهال. هذا الذي بيجي يسجد إلى هاي، هذا عاقل عمي. العاقل شو يسوي له؟ شاهدنا العرب ما تدعي العقل، لا يدعون أنهم عقلاء، فأين عقلهم؟ هذا العاقل الذي بيجي إلى شجرة وبينجر منها الصنم وبيعبد الصنم وبيعتقد على أن الصنم ينفع وضر، هذا إيش؟ هذا عاقل. شو يسموه هذا؟ الإمام الصادق يقول هذا مو عاقل، يسموه نكرة. وقت ثاني يحتاج إلى بيان النكرة. نكرة، هذا العقل نكرة. إذن ما العقل؟ قال خير العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. الآن شو نقول لمعاوية؟ عاقل معاقل؟ هذا الآن الداهية. لكن هذا عند عقل مثل شنو؟ هذا عند عقل الله سبحانه وتعالى ركب عقول بالنسبة لويش؟ بالنسبة كما قال جل وعلا وآتينا كل نفس شنو؟ هداها. إيش معناه يعني؟ معناه أعطينا كل نفس هداها تهتدي إلى طرق معيشتها. الآن أي ما أعقل النملة لو معاوية بن أبي سفيان؟ لا بالنسبة لمعيشتها منه لا أعقل، بس نريد حتى هو ينام. لا النملة لا تحتاج إلى القيام ولا إلى سفك الدم ولا تحتاج إلى 1,000 حارس على رأسها يحرس أبدا، تسوي لها غار لا الأمطار توصل إلها ولا تخاف من عدو ولا يدخل عليها أحد، فهي ممتنعة. منه لا عقل؟ ما أدري والله منه أنفذ النملة لو معاوية. معاوية ما يقدر يسوي لبيت مجوف ما حد يوصل إليه، هذا عقل عمي؟ لا العقل لا، العقل الذي يبصر به الإنسان ما وراء المادة. العقل مثلا الآن أنت عاقل وأنا عاقل، العاقل الذي أحاط بالأشياء علم، آكل اللقمة أدري عنها فيها بيها فتامين لو لا تسوي هذه الآن اللقمة دي أكل شلون الآن؟ إحنا الآن قد تركنا الدين كثر، لكن أتلبس لباسا وتعلم علما يقينا أنه لا فعل الجسد على علم هذا؟ أهل إذا أكلنا طعام هالطعام نحرز مصلحة الطعام؟ إذا مثل إجينا وسوينا إلى نفسنا قالب من القوالب واخترناه، هذا استضعنا بضوء العاقل؟ لا. شاهد هذا خلل حسين. فالغرض الله جل وعلا يقول إن في ذلك لآيات، لكن لمن؟ لقوم يعقلون. يقول إمام سلام الله عليه العقل يكسب به العلم، بمقدار عقل الإنسان يتحصل العلم، وإذا كان العقل ناقص كان العلم ناقص. ليش؟ قال لأن العقل هو الحفظ، يحفظ كل شيء، وإذا حفظ الأشياء ميز هذا غد وهذا سمين. مثلا الآن مرت على 7 مثل حجاية، ومرت خطبة، ومرت فلسفة، ومر بحث علمي، ومر وجميع ما مر علي حفظته، بعد أن أميز لو ما أميز؟ أميز بين الغث بين السمين بين الصحيح مو صحيح.
بس الآن أنا تمر علي الحكاية وتمر القصيدة وتمر الخطبة ويمر كل شيء، ولكن يجتاز على مسامعي كما يجتاز على مسامع البقرة. لو لا صدقني لا. الآن مثلا الآن لما نجي إلى الأبحاث الجليلة عند العلماء الأعلام، هذا البحث مخصوص من حلقة إلى سمع واحد لو إلى المسامع، ما بال مسامع كأنما فيها وقر ومسامع لا أذن واعية، كما قال جل وعلا وتعيها. رسول الله يحكي يقرقر بس بمسمع ابن أبي طالب لو بمسامع الجميع. لما نزلت هذه الآية وتعيها أذن واعية، قال رسول الله يا أبا الحسن سألت الله أن يجعلك الأذن الواعية. الحديث وين تعرف من وين؟ هذا الحديث يرويه السيوطي بل ابن أبي السنة، ويرويه المتعصب صاحب الصواعق المحرقة بن حجر. وشي هذا يذكرها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. تفهمت الآية أو ألقى السمع وهو شهيد؟ قال بالإجماع يقول مسلم في صحيحه هو علي. فأصبح علي يتميز على الأمة بأسرها بشيء بالأذن الواعية بالقلب الواعي. ومن أين جاء هذا القلب الواعي والأذن الواعية؟ جاء من العقل. فهذا العلم شنو هالعلم؟ العلم إنما يناله الإنسان بالأذن الواعية. إذا أذن واعية ماكو فايدة. يقول الشاعر رأيت العلم علمين، يعني يقول رأيت العقل عقلين، فمكتوب دليل كذا منا ونا القافية مختلفة. رأيت العقل عقلين فمحجوب ومطلوب، فلا ينفع مطلوب، ذلك كما لا تنفع الشمس وضوء العين محجوب. أي قافية قافية ثانية. رأيت العقل عقلين فمسموع ومطبوع، فلا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. الشمس موجودة لكن عين ماكو، العلم موجود لكن عقل ماكو سيده. فالشاهد الله جل وعلا يقول إن في ذلك لذكرى، وقال جل وعلا إن في ذلك لآيات لكن لقوم يعقلون. أين أهل العقل؟ الله جل وعلا يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. معقولة يعني صدق هذه؟ سماء وأرض وليل ونهار وملائكة وهالأرزاق هاي وهالزينة وهالعالم الذي فيه ألوان العجائب، مخلوق إلى ابن آدم يعني مجان بس يأكل ويشرب وينام. أفحسبتم أنما خلقناكم عبث؟ هذا مو حكيم، هذا حكيم. هذا من أول أنا أأذي أمي وأبوي، وبعد الأمراض والقيام والقعود، وعندما اشتد ساعدي وتقوت أعضائي، وإذا أنا أخوض في بحر من مصائب، نكبة منا وجرح منا وجوع منا وشبع منا وكسل منا وصاحب يؤذيني وعدو يضرني. هاي شنو عمي؟ هاي من الحكمة يعني؟ أمن الحكمة أن الله جل وعلا خلقنا لدار كلها بلا؟ هاي حكمة، لكن لها دار عمل. هذه دار عمل، وإذا دخل الإنسان ميدان العمل استحق الإهانة أو الكرامة. يعرفون منه رجال منه الذي مو رجال. قال جل وعلا خلق الموت والحياة ليبلوكم يختبركم، ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم. والآيات كثيرة التي تتقدم إلينا بالتنبيه، ولكن نحن في سكرة كما قال رسول الله الناس نيام أسنيهم، وإذا ماتوا متى احنا نفيق؟
لأن قاعدة ترى أهل الدنيا كله نايمين، لا يخلو الإنسان أما نايم بنومة الجهل أو بنومة الغرور أو بنومة الثروة أو بنومة الغباوة. وبقي رجال، بس بقي رجال كما قال أمير المؤمنين، بقي رجال، بقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع وأراق دموعهم خوف المحشر. أكو أواد سهراني الليل يبكون على المنقلب، أواد سهراني الليل يرقصون كما قال سلمان الفارسي: ثلاثة أضحكتني وثلاثة أبكتني. يقول إما الذي أضحكتني فطالب للدنيا، يدور الدنيا والموت وراء عزرائيل. لا مولانا صادق، شن ديش ملتقط لحبه وضاحك ملا فيه، فقه ضحكه وطاح على ذخار، لا يدري أن الله فيها ما يرضي الله، ما يرضي الله. فرق بالله عليك، ذولا عقلة لو لا، لولا يدعونها، ذولا يمتطون مراتب عالية، يتقاضون مولانا دراهم وافرة، وذولاك بخلاقينهم طول الليل يبكون وصافين أقدامهم ويصلون، وذولا طول الليل يرقصون. من هو العاقل؟ العاقل بس من أفن العاقل، هذا العاقل أو هذا المجنون ما أعرف. أفحسبتم، يقول الإمام الجواد، هل اللعين خلقنا؟ ذرهم على قولتك، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، ما يتمتعوا لا ويلهيهم الأمل فسوف. تعرف فسوف شنو للتهديد؟ فسوف يعلمون. يقول الشيخ حسن بن الثاني: من يلهيه المرجان المال فلا جلو لم يبني، من المنجيان العلم، العلم والعمل، علم وعمل. خلق الإنسان للعمل وفتح له باب العلم، ما خلق للجهل ولا خلق للنار، إنما خلق للجنة. الغرض كلمات الإمام سلام الله عليه، إنه والله الجد لا اللعب. ملائكة تشتغل ما ينفض من قول لديه رقيب عتيد، والله يتهدد: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تهديدات هذه ايش بيكم؟ كل تكاثر. إنه والله الجد للعب والحق للكذب وما هو إلا الموت. هذا عزرائيل. قال رجل من الأصحاب: يا رسول الله عظني. قال: كفى بالموت موعظة. يقول مولانا الحسن صدق: وقد رأى جنازة محمولة، لا خير في شيء هذا آخر دنيا الذي آخر شايل نجيفة. سئل الإمام سلام الله عليه: لأي شيء أوجب الله جل وعلا دفن الميت من البشر؟ قال: حتى تبقى حرمته محفوظة، ولئلا يتأذى الحي بالميت فتدخل الأذية على الحي بالتمثيل بالميت وتذهب حرمة الميت. لو خلوه بلدة في الميت ومن حط لفاتحة فاتحة ولا وحيد أستفع ليدك جيفة، جيفة مشكلة، فذهبت كرامته لو لم يوارث. فهذا ما ظنك برجل إذا لم يوارث التراب ذهبت كرامته؟ لا خير في شيء هذا آخره، وأعوذ بالله من شيء هذا أوله. أوله مقمر مثل ما قال. هل للفتى من حمام الموت، هل للفتى من بنات الدهر من راقي؟ يعني أكو رقية، أكو فايدة، أكو علاج، أكو دواء يدفع عنك حوادث الليل والنهار؟ ما أصبحت إلا عندي حومة، ما أصبحت إلا وقلبي يوجعني، وإذا طق الطقة أخفق من فوق الحجر. من ويش عمي ما نصايح، لكن بنات الدهر هذا اتهام الزمن يرمي.
سهام، سهم ما قتل الثاني يقتل كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، المرء بعد الستين يقع في الأنين. وما الأنين؟ قال يؤن من غير ألم. قاعدنا على فراش لين قال أعضى يا أبس عمي ما تطيع تتقرطع. وإذا صار ابن السبعين تقوس صلبه وجفت النداوة منه واحتاج إلى القيام شيئا فشيء كما قال على الراحتين. تقدر الآن شايف ما يقدر يقوم، تقدر تحط يدك لو تقوم يقول أنا ولدي خليه خليه تكسر لا تشيله، شلب بالك ولد هو جودة من إذا تشيله. على الراحتين مرة وعلى العصا، أول على الراحتين حط العصا بيدي حط حط لا لا أكو واحد حج محمد موجود بن وادرات ماكو أو قلمي رجال مؤمن وعقله وافر بس تجي ويقعد تفصل عندنا لا لا ما يدخل يعني خليها على وضعها لا يكون تحرك منه ساكن خليها على وضعها حتى شوية شوية ترى الأعضاء والعظام والعروق ما بيها. على الراحتين مرة وعلى العصا أنو ثلاثا بعدهن قيامي يعني أول يتحمل نوبتين ثلاثة بالثالثة يلا يقوم. من هو هذا الموصوف؟ أنا وأنت، أنا وأنت الموصوف. مو تقول ذاك شايب أنا إذا ما رآني الناس قالوا ألم تكن جريد الله يا فلان ما تذكر أيام صباك والله يا فلان ما لعنك دور شد شيس العيش تذكر إذا ما رآني الناس قالوا ألم تكن جليدا حديد الطرد غير كهامي سبيك قرمتني بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يرمى وليس برامي. ظنك بواحد يرمونه وما يرمي يروح الفشقورة انت ما عندك ام 11 وما اخذك الرصاص من كل جانب يخطيك اخطى شوية عقب شوية لا هذه يسموها شنو يسموها سهام المنايا الرائشة هذا ميدان كل سهام. قرمتني بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يرمى وليس برامي ولو أنها نبل إذا لاتقيتها ولكنني أرمى بغير سهام. يقول وأفنى على سر يقول وأفنى وما أفني من الدهر ليلة أجي وتخلص وتشيب وتدش القبر والليل والنهار هو هو أفنانا الليل والنهار ما تغير أبدا هو هو. وأفنى وما أفني من الدهر ليلة وهل يغني ما أفنيت سلك نظامي. 60 سنة اللي مرت علي تسوى الآن أنا بدني متفتق. شاهدنا هنا بالنسبة إلى ويش إلى قول الإمام سلام الله عليه وأعوذ بالله من شيء هذا أوله يعني القبر يقول هذا الحكمي يقول هل الفتى من بنات الدهر من راقي أكو فايدة نستعملها ونفتك من حوادث الليل والنهار لا هل الفتى من بنات الدهر من راقي يعني رقية يعني فايدة قرطاسة وهل له من حمام الموت من واقي أكو شيء يقيك لا أينما تكون بل قل يتوفاكم ملك الموت وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا حضر أحدكم الموت توفته رسلنا ذو الجبل بالبحر وين ما يصير وهم لا يفرطون أبدا ما يأخذون من حقك ولا مقدار نفس واحد. عاد هذا ينعروحه شايب عمره 60 سنة وينعروحه ويقول يقول تراني ولي شايب
قد طيبوني، قد طيبوني وما قد رجلوني وما بالشعر من شعثا. ترجيل شنو الترجيل؟ ترجيل يعني تعديل الراس، شيل الغبار منه وغساله بالماء، ينظفوا عن الغبار كلش. يقول انا شالوني وحطوني على المغتسل وقاموا يغسلون راسي يعدلون الشعر، ما بي شيء انا سبيه توي متسبع، من هو قالكم تتصرفون بها التصرف؟ قد رجلوني وما بالشعر من شعثين والبسوني ثيابا غير اخلاقي. انا ما البس التفصيل، ما البس الا الراقي. الان جايبين لي هالجفن ثلاث قطعات وضاربين حزام بالوسط. قد رجلوني وما بالشعر من شعث والبسوني ثيابا غير اخلاقي وطيبوني. انا ما احب الطيب هذا، الطيب اللي استعمل غير حفل الكافور. وطيبوني وقالوا ايما رجل، وادرجوني كاني طيب اخراقي. شلون حاطين انتوا الان حاطين بقالب؟ يا الله يا الله يشيل الجسد. كاني طيب اخراق. طيب اخراق شنو يعني؟ يعني كنا قط مال خرج غير. شلون تدخل الخيط هذا بالخرجة مثلا؟ عجيب تدخيل هيك. وعدجوني كأني طي مخراقي. وأرسلوا فتية فرسوا أولاد للقبر حفرة. جل أخويا. وأرسلوا فتية من خيرهم حسبا ليسندوا في ضريح القبر أطباقي. قالوني ودوني وحطوني وشرجوا علي وهذا والشراب. تتفضل علي مثلا انا اكرمتك فقابلتني بكرامه، اما تتفضل علي انا طرار وتنطيني غطره مشكله. صح له لا؟ تفضل على نفسك ايها الانسان حتى تجازى بطيب فعلك. لا تحرص على المال وتكون فيه جامعا لغيرك. يقول أمير سلام الله عليه وأعظمها حسرة أنه يوم القيامة يراه في صحيفة غيره حسنات وفي صحيفته سيئات. يقول في يوم القيامة شلون؟ قال فالمهنة، فالمهنة لغيره. أبو الأملاك هذا غير الذي خلى الملايين. يقول المهنة لغيره للورثة، فالمهنة لغيره والوزر على ظهره. شيء بالشيء ذكر. يقولها، يقول واحد يقول لا تحملها حيا وميت. والله ما اعرف معنى هالكلمه، تعرف ولا لا؟ يقول لا تحملها حيا وميت، ان كان هي فضيله وعباده، فاذا خليتها الى واحد عقبك تجري لك المصالح. يوم تقول انا ما اتحملها حي وميت، ايش معناها؟ عرف خذنه. لا اتحملها حيا ولا ميت. بلي ابو عبود ليش؟ قال ابدا لا درهم ولا دينار ولا اترك لاولادي لا حمراء ولا بيضاء ولا اترك للخلافه. قال له ليش ما تخلي للخلافه؟ قال له لا اتحملها، يكفي آل الخطاب رجل واحد يكفيهم. شنو هذا الان؟ شنو ما اتحملها؟ يقول ما اتحملها، لا اتحملها حيا وميت، بس يكون اتحملها انا بروحي بعد. هو بس الذي فعلت انا يكفي بعد، ليش اخلي على الامه بعدي؟ ليش؟ فما علينا من الحكي، انت تفهمه. ولكن رسول الله صلى الله عليه واله، رسول الله صلى الله عليه واله مات، قبض النبي. هاي العباره، قبض رسول الله صلى الله عليه واله. وقد استدان، وقد استدان من يهودي، قال من الحديث ده، وقد استدان من يهودي 20 صاع، 20 صاع من شعير كل الزوجات. مديون، مديون بشعير. والله بعد ما أدري 20 صاع قال أو 5 صاع من شعير مديون صلى الله عليه وآله.
وما ملك حمراء ولا صفراء ولا وضع أجرة على أجرة، لكن ما قال ما أتحملها، قال ما أتحملها. لا فضيلة، هذه قام بأعباء النبوة وأدى الحق، ولكن من تمام الحق، من تمام أداء الحق أن يقلدها من يقوم بها. لازم يقلدها الذي يقوم بها حتى تدخل على رسول الله المصالح. حي وميت، حي وميت، فلهذا يقول حياتي خير لكم. هذا الرجال الذي يعيش حياته خير وموته خير، وإذا بعثت إليه الخير دخل عليك 70 خير. مثل الشريف إذا هو حي، جبت هدية تسوى 20 ربيع أعطاك مليون، صح له لا؟ قولي الآن ليش هالمثل؟ كما أنك مثلا إذا ذكرت المؤمنين، ذكرت شيخ حسين، ذكرت شيخ مثلا مثلا، وقرأت له الفاتحة مثلا غير، قال غفر الله لك، مو لازم لو قرأت لغير الله يغفر لك. إذا قرأت له الفاتحة قالوا اللهم أطل عمر فلان، المؤمنين لازم غيرهم يقول اللهم أطل عمر فلان. هذا بالنسبة إلى العلماء، بالنسبة إلى الأتقياء، إما بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، فيقول ما صلى علي مصلٍ مرة إلا وصليت عليه 10 مرات، ولا صليت عليه 10 مرات إلا وصلى الجبار عليه 70 مرة. المصلحة إلى من؟ ليش؟ لأنه صاحب الفضل في البداية وفي النهاية. هاي فضيلة صلى الله على محمد وآل محمد. إجمالا نخلص، فرسول الله صلى الله عليه وآله هذا الرجل العظيم لما نزه نفسه عن الدنيا وعن أجناسها جمله الجبار جل وعلا بالأخلاق القدسية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب ليست الدنيا لكم، الدنيا ما بها شيء يجملكم، انتوا جمال لها، عيب على الإنسان يقول أبا تجمل بشيء من هالساقطة. أكو أوادم يجون يجملون الدنيا، والله الدنيا ما لها قيمة ولا آل بيت محمد. مجمليها ولا لا؟ مجمليها هم يجملوهم، هي تجملهم. ليس في الأرض شيء يجملهم، هم يجملون الأرض ومن عليها. متصور ولا لا؟ شايف؟ قد الشعر يجمل أوادم لكن هم يجملون الشعر، لا قيمة للشعر إلا إذا رثي به آل بيت محمد أو مدح به آل بيت محمد، غير؟ لا خير في البقاع إذا لم يطأها رجل من آل بيت محمد، البقاع واجد طويلة وعريضة، لكن البقعة التي يطأها رجل من آل محمد فشلون؟ ذولا يقدسونها 100 تقدسهم، شنو أنا أجي تقدسني الأرض؟ سامع له لا؟ اللي تقدس الأرض مثل شنو؟ يعني حاط له بيت طوابق، هذا يتجمل بشيء من الأرض، أكو أوادم لا يجملون الأرض. مثل الآن شيخ ميثم يعيش بكوخ، غير يعيش بكوخ، لكن هالكوخ وين؟ روح شوف شيخ ميثم الآن، هذا هالمسجد، هذا كوخ كوخ كوخ، والدالية يسقي وزوجته تعدل الماء، لكن هذا للقصور. فذول جمال الرجال، جمال للدنيا، أحياء وأموات جمال. الآن شيخ ميثم ترى البحرين تعتز به وتفتخر، البحراني بحرني شيخ ميثم، شيخ ميثم إذا قلت شيخ ميثم تشير راسك في كل بلد، تشير راسك. اذكر شيخ ميثم البحراني في قم، مولانا يقدسوك، أصبحت أنت مقدس والبلد مقدس على حساب إيش؟ على حساب رجل قدسها. وأكو بقاع ما لها قيمة، ما تسوى من يجوز غير ويقدسها، لا تعرف البقاع الذي ما تسوى من يقدسها، لكن أكو بقاع تسوى من يقدسها. فقدسها من؟ قدسها محمد وآل بيت محمد. يعني مثلاً الآن نجي إلى هذه اللي هي طوس طوس، من هو يعرفها هذه؟ وين صايرها؟ من يدري عنها؟ أحد يدري عنها وين صايرها الخراسة؟ تتقطع لها النعال، تروح لها العالم، وتبلغ مولانا ما أدري الشبر شقد يدخل. ابدا الناس ما لهم شغل بها بتاتا، اكو بلاد اقرب منها، هو اطيب منها ما شاء الله، ولكن لا، مضى اليها من يقدسها؟ اللي ما مرض قدسها. الان شو ودنا؟ هي بقعه ولا مو بقعه؟ على اراضي لو لا؟
شنو هي لبنان؟ هي الجبل الأخضر. شنو هي الطائف؟ لكن لا، مو الهوى، هذول يكيفون الهوى، يكيفون الهوى، يكيفون التربة. ما تصور أنت يكون تكيف الشيء لا يكيفك، فاهم هاللحظة هذه؟ أنت تكيف الأشياء لا تكيفك هي. فذول مولانا يصبغونها لأنهم جاءوا بصبغة الله، والله جل وعلا يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فليش رايح خراسان هون؟ ليش اللي هناك؟ قال نعم، هذه البقعة الذي راح هناك ليش؟ قال هذه عبارة شنو؟ هذه مركز يصحح بيها، هذا ينطي بيها شهادة كاملة إلى الشيعة، لأن الشيعة ما يحملوا شهادة كاملة، شهادة كاملة ماكو، مو كل مرة عند الحسين أو زار أمير المؤمن يحمل شهادة على أن من الموالين، لا، يأخذ الشهادة من عند الإمام الرضا. فلهذا يقول من زارني على بعد مدايغ منه. ليش ما قالها جد؟ ليش ما ضمنها رسول الله؟ ليش ما يضمنها إلا هو؟ لأن القائل بإمامته قائل بإمامة آبائه وأبنائه. من زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة ضمان. هذا الضامن هو، إذا كان هو الضامن هو أبوه شنو شغله؟ أبوه يقولون لبحارنا العالم الشيعة يقولون صاحب التذاكرة تذكرة شوي. ليش؟ قال واقف على الخطر. وين قاعد؟ قال على الجسر. على الجسر يعني على الصراط من المزرقة. ليش؟ عمي ما أخذها بفلوس، راقية راقيها ترى، ومن طلب العلياء لم يغلها المهر. الإمام سلام الله عليه باب الحوائج موسى بن جعفر ترى بقاؤه على جسر بغداد مو مجانا، بقاؤه على جسر بغداد صدع قلوب الشيعة وفطر أكبادها. ما يعني الشيعة لزمانها، حتى في زماننا وإلى يوم القيامة ما ذكر الجسر قط إلا وأدنى ذكره قلوب الشيعة، ولكن بمقدار ما يدخل عليك هذا الجسر من إساءة يدخل عليك سرور. شنو قال صاحب الجسر هذا؟ إذا أخذتنا عند مولانا أخذتنا عند براءة، يعني براءة من النار تمشي يمغوها إليك إلى وين توصل؟ قال توصل هناك تلقونك أولاد اثنين. من الأولاد؟ قال سيدة شباب أهل الجنة. شلون؟ قال هناك أمهم الزهرة تأشر جيبوه. شلون جيبوه؟ قال تنظر على جبهته محبة، جيبوه جيبوه. يذولا من وين يجون؟ قال يجون من عند الإمام موسى بن جعفر وعند الإمام الرضا، لأن كثير وقفوا على الإمام باب الحوائج. تجي هاي مولانا تجي من عند باب الحوائج صاحب الجسر. الله أكبر. على جسر بغداد 3 أيام ويومين، وين؟ يومان على باب الشرطة ويوم على الجسر معروض تمر عليه البغال والإبل، بس إذا مر الناصبي شمت به فقال هذا إمام الرافضة، في زعمة الرافضة أنه لا يموت، انظروا إليه كيف مات. لكن إذا مر الشيعي نكس رأسه وجرت دموعه على خده. آمر الطاغب شال بن جعفر حماميل، شال الشفية ولا مشت خلفه رجاجي، طاق الجسر حطاه وبرجل زناديل، وقلوب شيعتهم على ابن تسعر، شيعة علي الكذاب فجعتهم شديدة، عاينوهم غللوا بالساكت، سد على نعشه ولا شالوا حديده. صاحت يا ابو ابراهيم يومك صايرك شر، انك هدم يا فخار موتها. اليوم قلنا اليوم
الجسر مطروح يا موسى من تحت الله يا ولاد عدنان ومضاه يا ولاد الغيره عن جسر بغداد ارفعوا شيخ العشيره اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم وثبتنا على ولاتهم والبراء من أعدائهم يا كريم وقل اللهم جماعتنا الحاضرين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات ومن مات على الإيمان لا سيما السعيد المتوفى رحم الله من قرأ لروحه الفاتحة قبلها صلوات اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.